شارك وزير الداخلية مازن الفرايا مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني بقداس منتصف الليل للكنائس المسيحية والذي أقيم في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم. ونقل الفرايا تحياتي وتهاني جلالة الملك والحكومة والشعب الأردني لكل الكنائس المسيحية الفلسطينية بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وألقى غبطة بطريرك القدس اللاتين بير باتيستا باتسابالا عظة القداس والتي دعا فيها أن يعم السلام بين جميع البشرية. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. نشيد نشيدا وأوفوا العهود وأدوا السجود لفادلنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. يرون المسيح هلموا نسجد له، هلموا نسجد له، هلموا نسجد معا لفادلنا. في مثل هذا الوقت تتجه أنظار العالم أجمع إلى مدينة مولد الطفل يسوع، مدينة الميلاد. فاحتفلت مدينة بيت لحم بالأعياد الميلادية المجيدة، وذلك بالاستقبال الرسمي لغبطة البطريرك بيير باتيستا باتسابالا، وبموكب رسمي تتقدمه المجموعات الكشفية الذين أتوا من مختلف المناطق ليشاركوا فرحة الميلاد المجيدة، حيث طافوا شوارع بيت لحم بالاستعراض الكشفي والمعزوفات الرائعة لاستقبال غبطة البطريرك. يكون عام 2022 عام أحسن من الأعوام السابقة، تنتهي هذه الجائحة، يتحقق السلام في هذه الأراضي المقدسة، يتحقق في مدينة القدس، في مدينة بيت لحم، في كل فلسطين، في كل الأراضي المقدسة، حتى نرى السلام في كل أنحاء العالم. رسالتنا كمان نطلب من الجميع، مش لازم أن نفقد الأمل، لازم يكون عندنا أمل إنه العام القادم إن شاء الله بيكون أحسن، وهذه هي نيتنا في صلاتنا هذه الليلة المقدسة في هذا القداس الكبير اللي فعلا بيشترك في كل أنحاء العالم، كل أنظار العالم متجهة إلى مدينة بيت لحم، إلى هذه المغارة المقدسة. ومن المغارة بنرسل رسالة سلام ومحبة إلى الجميع، وبنقول لكل أنحاء العالم إحنا في انتظاركم العام القادم عام 2022، بدنا نشوف الحجاج والسياح طوابير أمام مغارة المهد، لأنه إذا في مدينة عانت، أكبر مدينة عانت في العالم هي مدينة بيت لحم بنقص السواح والحجاج إلى هذه المدينة المقدسة. فإحنا في انتظاركم، وإن شاء الله يا رب ربنا خلصنا من هذه الجائحة حتى نرى كل حجاج العالم في هذه المدينة المقدسة. بيت لحم يمثل شيء كبير للفلسطيني ولكل العالم، أشجارها، بيوتها، شوارعها، أزقتها، كنيسة المهد، كل ما فيها هو رمز للإنسانية، رمز للثبات، رمز للإصرار، رمز للتمسك بالمبادئ. وفي هذا اليوم نحن نقول لشعبنا ولكل شعوب العالم كل عام وأنتم بخير، في مواجهة كل أنواع الظلم، في مواجهة وباء الكورونا الذي ستنتصر عليه البشرية بتكاتفها إن شاء الله. بيت لحم عانت كثيرا في هذين العامين، عانت من الحصار، عانت من جدار الفصل العنصري، وعانت أيضا من وباء الكورونا الذي آذى الاقتصاد كثيرا. ولكن عندما أرى هؤلاء الشباب والفتيات والشبان والأطفال، فعلا يشعر الإنسان بالأمل وبالثقة بالمستقبل، ويشعر بأن هذا الشعب قادر على الانتصار على كل الصعوبات، وستكون دائما بيت لحم رمزا للأمل والسعادة. وسيأتي يوم نحتفل فيه ليس فقط بعيد الميلاد هنا، وإنما بحرية وسعادة الشعب الفلسطيني، بالسلام الحقيقي العادل الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني. رسالتنا رسالة أمل في عيد الميلاد من مدينة بيت لحم، مدينة السلام ومدينة الميلاد. ولكن للأسف إحنا مرة أخرى العام الثاني على التوالي نحتفل بعياد الميلاد المجيد ولا زالت جائحة كورونا وبدون سياح أو حجاج من كافة دول العالم. إحنا بنتمنى من مدينة بيت لحم اللي شهدت قبل أكثر من 2000 عام ميلاد ملك السلام
وميلاد الشخص اللي أعطى أمل للإنسانية جمعاء. نتمنى في هذه الفترة في هذا الوقت يكون أمل للإنسانية جمعاء في زوال جائحة كورونا، ونتمنى أنه خلال فترة قريبة تعود الحياة لطبيعتها، وأنه العام القادم نحتفل بدون جائحة كورونا وكفلسطينيين طبعا بدون احتلال. وعند الوصول لساحة كنيسة المهد كان في استقباله الكهنة والشمامسة والوزراء والمحافظ ورئيس وأعضاء المجلس البلدي وعدد كبير من الشخصيات الاعتبارية وقادة الأجهزة الأمنية ووجهاء المدينة، حيث عجت ساحة كنيسة المهد بالمؤمنين والسياح المحليين الذين أتوا من مختلف المناطق في فلسطين، وعمت الفرحة وجوه الجميع في هذا المكان المقدس. ده اليوم يوم فرح للشعب الفلسطيني، يوم دخول غبطة البطريرك إلى بيت لحم، يوم ميلاد السيد المسيح. نحن سعيدين بهذا اليوم السعيد. إحنا اليوم إحنا بتوب بيت لحم اللي هو هوية بيت لحم، وثيقة لبيت لحم. بكل سعادة إحنا دخلنا اليونسكو في 15-12 حتى نقول للعالم إنه إحنا أصحاب هوية وتوبنا هوية وثيقة لوجودنا بكل قرية ومدينة فلسطينية. شكرا لكم وكل سنة وأنتم سالمين. شكرا لكل الشعب الفلسطيني في كل في الشتاء وفي الوطن وفي جميع مكان أماكن تواجده. كل عام وأنتم بألف خير والوطن بألف خير. جيت عشان نحضر الاحتفال بأعياد المجيدة في بيت لحم. بعد جائحة كورونا ما قدرنا إنه السنة الماضية إنه نكون موجودين، فهلا هنا موجودين وعمالنا بنحتفل بنستنى بالكشافات، وكل عام والجميع بألف خير. اليوم احنا موجودين بمهد المسيح له المجد، كل سنة وانتم سالمين جميعا. حابة اوجه رسالة جدا بسيطة، انه بما انه رسول السلام رح ينولد الليلة، بتأمل انه السلام يحل على كل العالم والمحبة، لانه هي اللي رح تجمعنا. فكل عام وانتم بخير، وان شاء الله بحل السلام بأرض السلام. وعند انتصاف الليل أقيم القداس الميلادي بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد شتية نيابة عن الرئيس محمود عباس ووزير الداخلية الأردني مازن الفرايا مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وعدد كبير من الشخصيات الدينية والدبلوماسية والسياسية وممثلي المؤسسات الرسمية. وفي عظة غبطة البطريرك دعا دعوة شخصية لكل واحد منا، للشباب والعائلات والمسنين والعمال والمرضى والأسرى والحكام، بأن يسمعوا صوت الله، يعني التعرف عليه والترحيب به في كل فرد صغير. ولكي نعيش الميلاد من الضروري أن نسمع صوت الخالق، فولادة يسوع المسيح في مغارة بيت لحم غيرت تاريخ البشرية، واليوم أيضا تستطيع أن تغير حياتنا وأن تفتح آفاقا جديدة أمامنا. وفي نهاية القداس تمنى للجميع أعيادا ميلادية مجيدة وسنة مباركة خالية من كل مكروه. Bethlehem, despite the pandemic, despite the economical difficulties, political difficulties, today was a city full of joy and full of unity and hope for the future. The message is the same. Jesus brought us the love. When we have love, we have the strength that is sufficient to do everything, to change everything in our life and the life of the world. Merry Christmas. ولد المسيح، هللويا. للنورسات مارلين الحدوى، بيت لحم.